إذا حكينا عن الأولاد، يعني الله يحفظهم ثائر وحسام، علاقتهم بيك وبالوالد شلونها؟ غربتهم، سبب غربتهم وهذا البعد كله؟ علاقتهم بوالدهم ممتازة وفوق الممتازة للأمانة، يحبون والدهم وبارين بوالدهم أيضا، وهو يشهد يقول ثائر وحسام غير، علما أنه عنده 5 أولاد من زوجته الأولى وأني ولدين. يعني ثائر وحسام جدا حنينين علي وجدا بارين بأبوهم للأمانة، وبنفس الوقت هم أيضا بارين بي للأمانة. يعني هم غايبين بس ملائكتهم حاضرة، مو لأن أولادي أنا أجاملهم، أنا ما أجامل، برج الثور ما يجامل زين. طيب، فبارين بي وبأبوهم ويحبون أبوهم ويحبوني. أما عن غربتهم، تعرفيني حضرتك بذاك الوقت كان الزمن صعب والحياة صعبة جدا، فأبوهم جت فرصة بقناة الجزيرة، فحسام راح وياه ب 96، هناك راح كمل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحتى الجامعة قناة، يعني كان راح ويا أبوه. ثائر سافر ب 99 وخلص، كل واحد شق طريقه. أنا ما أقدر أوقف حجر عثرة وبجاء أولادي إنه لا تروحون ولا تعوفوني، أنا أدور. قلت لك أنا قبل شوية، قلت لك أنا ما أبدي مصلحتي على مصلحة الآخرين، مصلحتي الآخرين حتى لو كانوا أولادي أفضلها على مصلحتي، لأنه أنا مو أنانية. طيب، كنتي تتمنين إنه العائلة لو كانت أكبر، يعني عدد الأولاد، يعني مثل عائلة الأجداد وأخوانك وخواتك؟ كنت، بس الظرف ما سمح لي، لأنه أنا كنت مرتبطة بإنسان عنده عائلة ثانية قبلي، وهذا لا يمكن، يعني أنه راح تكثر المشاكل. وبنفس الوقت كنت أتمنى تصير عندي بنية، بس الحمد لله والشكر، الحمد لله على كل اللي أنطاني، الله أكثر ما أستحق، الحمد لله أنطاني ثائر وحسام.